وللمزيد حول الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية الشيخ يحيى سنبل. أهلا ومرحبا بك شيخ يحيى. بداية، اليوم الثالث على التوالي يستمر الثوار في التصعيد السلمي رغم الانتهاكات الحكومية والميليشياوية، كيف ترون أداء الثوار خلال هذه الأيام الثلاثة؟ أحييك وأحيي مشاهدي قناة الرافدين. حياك الله أخي الكريم. شبابنا الثائر هو أكثر وعيا وتصميما على مواصلة هذه الثورة السلمية من أجل انتشال العراق من مستنقع الفساد الذي وضعته فيه هذه الطغمة الفاسدة والتي ارتهنت القرار السياسي العراقي لصالح إيران وبدأت بتنفيذ الأجندة الإيرانية كاملة وأوصلت الأمور في العراق إلى الخراب والدمار، بحيث أصبح المواطن لا يأمن على نفسه ولا يشعر بأنه يعيش في وطنه مسلوبا للإرادة والكرامة. لذلك فالشباب رغم تصعيدهم بهذه الثورة السلمية وقطع واردات هذه الأحزاب الفاسدة وهذه الشخصيات التي جاء بها الاحتلال وسلطها على مقدرات العراق، إنما يقومون بقطع شريان الفساد الذي يتغذون منه هم وأحزابهم، بل وتتغذى منه إيران وتمد أذرعها الميليشياوية في المنطقة بشكل كامل. لذلك هذه الثورة يجب أن تأخذ طريق التصاعد لوقف هذا الشريان الحيوي الكبير. طيب، سواء من خلال تصدير النفط أو تصدير هذه المواد التي تستفيد منها إيران على حساب ثروات العراق وعلى حساب لقمة العيش للعراقي وعلى حساب حياة العراقي وكرامته. لكن شيخ، بالمقابل يعني عمليات القتل من قبل القوات الحكومية والميليشيات ما زالت مستمرة ومتصاعدة، يعني هل أخذت الحكومة وميليشياتها الحل الأمني خيارا أمام هذا التصعيد السلمي من قبل الثوار حسب رأيكم؟ أخي الكريم، الحكومة أخذت هذا الخيار منذ اليوم الأول للتظاهرات السلمية والتي تحولت إلى انتفاضة عارمة بوجه أحزاب الفساد وهذه الطغمة التي تسلطت على البلاد. لذلك هذا القرار هو منذ اليوم الأول، ولكنه يزداد مع ازدياد وتيرة التظاهرات السلمية التي تطالب باستعادة العراق وإنهاء هذه العملية السياسية الفاسدة برمتها للبدء بمشروع جديد يحظى باحترام العالم ومن أجل أن ينقذ العراق من اخطبوط الفساد الذي هو فيه والذي حوله إلى دولة فاشلة في كل المقاييس بين دول العالم. طيب، في مقطع مصور ظهر عنصر حكومي يطلق النار على المتظاهرين مباشرة ثم يرقص فرحا، يعني كيف يمكن تفسير هذا السلوك وكيف تنظر الميليشيات للثوار لو حللنا هذا المشهد؟ هذا المشهد يدل على سادية هذه الحكومة وإجرامه، وقد أجرمت أكثر من ذلك، ولكن هناك غياب واضح في منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني التي يجب أن توثق هذه الحالات لتدل على إجرام هذه الميليشيات وهذه الحكومة التي تدعي إنها حكومة في وقت إنها تمارس كل أعمال العصابات والميليشيات تحت مسمى الدولة أو مسمى الحكومة. فهؤلاء لا يمكن أن يبنوا دولة ولا يمكن أن يصلحوا الأمور في العراق، لأنهم في أساسهم فاسدين وجاءوا بعقلية الانتقام والثأر من هذا الشعب. 16 عاما من الثأر والانتقام والقتل والتخريب، لم يستطيعوا أو أن يفكروا في بناء هذا البلد أو أن يعيدوا لهذا العراق دوره سواء بين الأمم أو في المجتمع الإقليمي والدولي. طيب، حسب رأيكم شيخ، هل ترون أن الحل الأمني يمكن أن يخرج الحكومة من الورطة التي دخلت فيها الطبقة السياسية وميليشياتها؟ لا أعتقد ذلك، بس سيورط الحكومة وسيجعلها ويجعل شخوصها هم من الذين يرتكبون جرائم الحرب،
أمام المجتمع الدولي والمنظمات العالمية التي تؤكد على هذا الأمر. فعمليات القتل الممنهج للمتظاهرين هي جرائم حرب إبادة واضحة بحق هؤلاء المتظاهرين السلميين الذين لا يحملون أي سلاح، وخرجوا يرفعون العلم العراقي لاستعادة وطنهم من هؤلاء الفاسدين المارقين. طيب في ظل كل هذا القمع الذي تمارسه القوات الحكومية والميليشيات، هل سيتراجع الثوار عن طريقهم حتى تحقيق أهداف ثورتهم حسب رأيكم؟ يتراجع شعب أمام آلة القمع والفساد التي تمثلها هذه الحكومة. الشعب مصمم على أن يعيد الوطن إلى أهله، وأن يشعر العراقيين كل العراقيين بالأمان والطمأنينة في بلدهم، وهذا هو الطريق الذي اختاروه لأنفسهم مهما قدموا من تضحية. نعم الشيخ يحيى السنبل أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.